الخيام شوفت عينك، يعني الخيام ما قاومنا بوقت المطر هالعشر ايام الا روحنا طلعت، رجع بعدها هالضباب وهالجليد شايف، من تنطفى الصوبه خمس دقائق شايف، الله وكيلك بنموت من البرد شايف، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بس مشي احنا جتنا الامطار والصقيع وتحملنا كل هذا الظروف الصعبه والعواصف وعواصف الهواء الشديده، من ما اكثر الخيام تضررت بالامطار وعاصفه الهواء من شوادر وغيرها، عانينا معاناه شديده، واليوم البرد الغارس هذا والله وجه الصبح يعني دع يجي برد برد تحت الصفر، برد شديد، ونخاف على اطفالنا صغار والله من ظل هالبرد الغارس هذا الشديد انه حدا منهم يروح يموت بالبرد والشتوية الغاسي هاي، والخيمة تعرف يعني لا تأوي من لا من برد ومن بردها الشتوية الغاسية وما في تدفئة. ما شاء الله علي الحلال هوا ثلج يا اخي يا زلمة، قسم بالله ما ادري تو تطلع اعرف من البرد مضبوط. الأطفال تعاني من الرشح ومن السعال من البرد من البرد الشديد، يعني كل يوم على المستوصف دا نروح الله يعزنا نلبس جزمة أو نطلع بتالي حذوة تا نروح ناخذهم للمستوصفات نحكمهم، ومعاناة شديدة.